سالم زهران. سالم مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المشاهدين، يعطيها العافية لريما وكل تضامن لها بحفلة العصفورية اللي عم نعيشها. عصفورية فعلا، وبالذات الزملاء المراسلين الميدانيين. نعم استاذ سالم، يعني اليوم المشهد الميداني على الأرض كيف بينعكس على المشهد السياسي؟ ما أنا قلت جورج من شوية على تويتر انه في ريحة استخباراتية لضرب الاقتصاد اللبناني بهيدا الجو، جو الاعياد، وفوق ما الناس مخنوقة والاقتصاد على شفير الانهيار. مش منطق كان لا تكسير المحلات ولا الهجوم على الواجهات ولا حتى هاي العنفية بالتظاهر. كان المنطق اكتر نقول اذا بعد في امل او نفس لكل اللبنانيين يتنفسوا بهيدا العيد. إذا كانت المظاهرات السبب الأساسي فيها عدم الدعوة للاستشارات، فالاستشارات هي التنهي. إذا كانت المظاهرات الهدف منها شكل الحكومة، شكل الحكومة ببلش يبين بعد التنين مش قبل التنين. أنا أستاذ جورج ما فيي أفصلهم عن بعضهم، المسار السياسي الاقتصادي والأمني يلي عم بيصير بالشارع هو منه فقط مشهد سياسي، لا هو مشهد استخباراتي بامتياز. ما بعرف لمين الدول ولمين الأشخاص ولمين الجمعيات ولمين اللي عباله يقطع آخر نفس فينا، نفسنا الاقتصادي. هلا سالم زهران ما بيعرف مين هالأشخاص ومين الجمعيات ومين الدول، هيدا أنا ماني مقتنع فيها. بتصدق إنه اليوم المشهد مركب لدرجة يعني بدك شو بيقولوا هيدا مبصر مغربي يقدر يفصل الناس عن بعض. مشكلتنا الكبيرة بهالمشهد إنه في ناس أوادم بنعرفهم بالوجوه بالأسماء، وفي ناس بنعرف ارتباطاتهم وما بنعرف لوجوههم ولا أسمائهم. مشكلتنا بهيدي الساحة نحن عجد بحاجة لقدرة إلهية سماوية لنقدر نميز بين الحق وبين الباطل. أصعب شيء وقت الباطل يلبس ثياب الحق ووقت يختلط الحق بالباطل، اليوم مخلوطين مع بعضهم بطريقة غريبة عجيبة. المشهد بكرة رح يكون أصعب؟ لا، مشهد إذا قصدك مشهد الاستشارات، لا أنا عم بحكي عن مشهد اللي رح يكون مرافق للاستشارات. يعني يقال أنه هي التصعيد بكرة كمان رح يكون بمواجهة هذه الاستشارات. المشكلة عم بتم التعويض عن أعداد الناس بنوعية النشاطات. يعني هلأ إذا أنت بتطلع لفوق وبتعمل زوم أوت وبتعد الناس، قدهم مع احترامنا للعدد، أكيد العدد هو بالمئات، خلينا نقول يخي بالألاف على الأكيد مش بعشرات الآلاف. عم بيتعوض استاذ جورج غياب المشهد الجماهيري الكبير بمشاهد صغيرة بتجذب الكاميرا. يعني اليوم النشاطات اللي عم بتصير هي نشاطات بتعيط للكاميرا، بتعمل ستريس لكل اللبنانيين، بيتسمروا كلهم على الشاشات بالوقت اللي فعليا عدد الموجودين مع احترامنا لهم هو عدد محدود ومحدود جدا، وبيكفي حزب واحد بلبنان حتى من العيار المتوسط يقدر يعمل هيدا المشهد. أنا اللي خايفين منه أن يكون قبل زيارة ديفيد هيل نائب وزير خارجية الأمريكية اللي جاي يناقشنا بالنفط وتحديدا ببلوك رقم 9 المتنازع عليه مع إسرائيل، أنا بخاف يكون هيدا المشاهد المطلوب منا يوصل الموفد الأمريكي ولبنان مضطرب. وخليني ذكرك قبل ما يوصل الموفد الفرنسي مسؤول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والبريطاني أيضا، من بعده نعم ريتشارد بير المسؤول البريطاني تسعر المشهد، وهلأ جاي المسؤول الأمريكي وعم نشوف المشهد عم بيتسعر. ليش مطلوب كل ما يكون عنا ضيف دولي يكون المشهد بالشارع على قد مضطرب؟ ليش مطلوب يكون المشهد أمني مش بس المشهد مشهد ثائرين وثوار ومنتفضين ومشهد شعبي؟ لا، دايما نتذكر ونتذكر سوا وما تكون ذكرتنا مثل السمك. نعم كل ما كان في عنا ضيف أجنبي كل ما كان عنا مشهد تكسير وتحطيم، وكل ما كان عنا حدا بده يقول شرفوا شوفوا الجيش والأجهزة الأمنية عم يتعاطوا بطريقة عنفية. أنا كل المشهد اليوم مش عم بحكي بس عن مشهد آخر الليل، لا، في مجموعة من برات خندق الغميق هيك قال ولاد الخندق، فاتت على الخندق ومن الخندق نزلت على الرينج ولعت وبقيت والعة، وصرنا نشوف وجوه عم بيجوا بوستات من برات بيروت عم بيقولوا علنا ان احنا نازلين نضرب القوى الامنية. يعني هذه الجماعة لا علاقة لها لا بحركة امل ولا بحزب الله كما اريد التصوير. استاذ جورج انا مش شغلتي دافع، بس المراسلين الميدانيين سمعوا بدينتهم الشيخ عياد امام مسجد خندق الغميق اللي كان عم بيقول نحن دعينا الناس ما تتحرك من بيوتها. ذات الوقت كان في محطات عربية عم تكذب وعم بتقول انه عم بيدعوا المساجد انصار حزب الله وحركة امل ينزلوا على الشارع. في مشهد استخباراتي واضح بده يجر الشارع لصدامات. هل المطلوب ينهار الاقتصاد اللبناني بوقت الاعياد وتكون ضربة قاضية؟
سؤال، هل المطلوب قبل زيارة الموفد الأمريكي يكون في مشهد دم على الطريق لحتى يستفيدوا منه بالمفاوضات الدولية اللي عم بتصير على ظهر لبنان؟ سؤال، هل ممنوع هيدا البلد يصير بلد نفطي ويطلع الغاز ويخرج من أزمة الدين؟ هيدا السؤال. هل المصارف اللي اليوم قرفنت حسابات اللبنانيين وودائعهم سواء كانت صغيرة أو كبيرة كمان مستفيدة من هيدا المشهد لحتى تقرصن أكثر وأكثر وتسكر بوابة أكثر وأكثر؟ أنا على الأو تي في مذكر من أكثر من شهر ونص سألت إنه يا خيب الحرب الأهلية ما كانت تسكر المصارف، ليش عم تعطوا حجة للمصارف تسكر؟ ليش عم بتحطموا وتكسروا وتخربوا مثل كأنه عم بتساعدوهن من حيث تدرون أو لا تدرون؟ ما بقى عندي القدرة ميز بين الشر والباطل والحق لأنه للأسف كلهم مخلوطين بنفس الساحة. أستاذ سالم مساء الخير أول شيء. مساء الخير. هل المطلوب إنه نوصل لمحل نقدر نبطل نميز الحق من الباطل؟ وكيف بتشوف مشهد الاستشارات نهار التنين؟ بشكرك على السؤال. وقت السيدة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية رمت مصطلح الفوضى الخلاقة، نحن كتار من المتابعين للشأن العام كنا عم نسأل كيف الفوضى فيها تكون خلاقة، مثل كأنه عم بقول أنا الشيطان السليم أو الشيطان الحليم أو الشيطان الجميل، ماني ما بيلتقوا مع بعضهم، ما فيها تكون فوضى وخلاقة. بعد شوي بلشنا شفنا ثورة جورجيا وبعدين الثورات البرتقالية بأوكرانيا وبعدين الربيع العربي وصرنا عم نشوف الفوضى خلاقة. أنا بخاف من البلد اللي اسمه لبنان يلي زمط من قطوع المواجهة مع إسرائيل وانتصر، واللي زمط من الربيع العربي بالنسخة الأولى. أنا بخاف يكون ناطرنا ربيع عربي بنسخة تانية شفناه شو عمل حوالينا وكيف دمر. أنا بلشت خاف من السفارات اللي عم تتصل ببعض العيال وبعض الناس وتقول لهم شرفوا إذا بدكم فيزا لتهجروا هيدي الفيزا صار جاهز. هيدي معلومات أكيدة؟ هيدي معلومات أكيدة 100%، ومن طائفة معينة ومن لون معين ومن مناطق معينة ومن نخب معينة. إنه عم بيدوروا على الطائفة وعم بيدوروا على النخبة كمان مش بس على الطائفة. أنا بخاف هال10% من الطبقة الوسطى الموجودين بالبلد يفلوا. نعم البلاد بتعيش على الطبقة الوسطى، الحرب الأهلية دمرت حوالي 70-80% من الطبقة الوسطى. أنا بخاف اللي جاي يدمر على اللي بقيوا. الطبقة الوسطى هن الناس اللي مش عايشين بقصور بس بذات الوقت ما بيتدينوا ولا يعيشوا، هن المهندسين وهن الأطباء وهن الدكاترة واللي فاتح كراج ميكانيك وكافي خير وشر وعنده 4-5 بيشتغلوا معه وهو وياهم عايشين مع بعض. أنا بخاف من بعض الوجوه يلي لابسة ماسك قناع الحراك المدني بس سلوكها وشكلها وتصرفها ما بيشبه للحراك ولا المدني، بيشبه المخابرات وبيشبه الأجهزة وبيشبه التصرفات المشبوهة يلي بتروح تسكر محلات ومصانع ومعامل الناس وشركاتهم. أنا بخاف وقت الكاميرا بتحط الضوء على 500 وبتنسى 5 ملايين. أنا حقي خاف لأني باي ولبناني من 100 سنة ومن 1000 سنة، حقي خاف لأنه ما عندي مطرح إلا أني أبقى بلبنان، حقي خاف وقت تشوف ناس أبرياء مخطوفين بشعارات رنانة هي ذاتها هيدي الشعارات هجرت 5 مليون سوري وقتلت 1 مليون وهي ذاتها هي الشعارات شوفوا شو عم تعمل بالعراق. أنا حقي خاف وأشوف ولد مشنو مرفوع بنص ساحات العراق وعم ينزل منه الدم وأقلق أنه يصير عنا نفس المشهد بلبنان. أنا حقي خاف وقت تجي مجموعات مشبوهة ترمي القوى الأمنية ويصير حالات ذعر ورعب وتكسير محلات عشية الأعياد. أنا حقي خاف وقت بده يجي شخص يمنعني أني خاف وقت بده يشوف السوشيال ميديا في سيرفرات عربية وأجنبية كل ما قلنا بدنا السلام بدنا الأمان تفلت علينا من كل حد وصوب. أنا حقي خاف وقت اللي بيكون المسؤول عن الأمن اليوم مختفي عن الأنظار وتارك أشباح تدير المشهد. على كل حال كل الناس الصادقة أستاذ سالم حقها أنها تخاف لأنه حابة تبقى هون وتكون جزء من هذا البلد ومن مستقبله يلي عم بتناضل يوميا من أجل أنه يكون مستقبل مشرق على كل النواحي وعم بتجرب تطلع دوما من العباءات اللي فرضت عليها ومن التحالفات ومن الأطماع يلي موجودة. كلنا حقنا نخاف، كلنا حقنا نفكر بمستقبلنا، نفكر ببكرة، نفكر بلبنان بكرة ونحن جزء من لبنان وطبعا سنبقى في لبنان لأنه لبنان هو كيان
هو دولة قائمة بحد ذاتها، هو جمهورية ارتضيناها وأحبيناها ونضلنا من أجلها. نرجع للسياسة وللمشهد السياسي، ما جاوبنا على موضوع الحكومة والاستشارات نهار الاثنين كيف؟ وقبل الاستشارات حضرتك أستاذ سالم حكيت عن الطبقة الوسطى، هيدا تدمير الطبقة الوسطى يمكن بلش من الحرب الأهلية وصولا لأنه خلص يا بيصيروا 80% من اللبنانية تحت خط الفقر وناس مع أموال طائلة، هيدا هيدا لخلق شو؟ لخلق مجتمع بيروح على الفوضى وبيروح على الصوملة، والصوملة هيدا المصطلح اللي جاي من الصومال يعني المجاعة، وما بقى حدا يقول هالشي ما بيصير، لا هيدا الشي فيه يصير إذا كفينا عم ندمر حالنا. الطبقة الوسطى هي الطبقة اللي بتشيل المجتمع أخلاقيا وثقافيا ومعرفيا وماديا. الطبقة الوسطى إن الأساتذة إن المعلمين إن هول الناس يلي بيكم شو بإيدهم اللي تحت منهم بيطلعوا هن وياه سوا السلم مع بعض. أنا بخاف تفضى هيدي النوعية، لهيك قلت السفارات عم تتصل بنوعية من الناس. كل يوم بنسمع عن طبيب وعن مهندس من اللي حوالينا عم بيهاجروا ليروحوا يشتغلوا بألف دولار وبألف وخمسمية دولار، مش عم نحكي لا عشرين ولا ثلاثين ولا بأربعين. أنا بخاف وقت اللي بيكون هالقد في حملة إشاعات فيك مزورة، أنا واحد من الناس اللي تعرضوا لها. إيه أنا بخاف وقت بدون كتب على الحيطان اللاجئين جوا وجبران برا، مش حبا بجبران بسيل لا، بس لأنه اللاجئين مطرحهم الطبيعي يرجعوا على بلدهم ويروح يعمروا بلدهم مطرح ما كانوا معززين مكرمين. أنا بخاف لأني بعرف بالسياسة وبكواليس السياسة شو دفتر الشروط اللي جاي على لبنان. جاي دفتر شروط أول عنوان فيه ممنوع يصير لبنان بلد غازي ونفطي، ثاني عنوان فيه ممنوع حدا يقارب ملف النازحين إلا على الطريقة الأوروبية الغربية الأمريكية، ثالث ملف وهو الأخطر هو ملف بيع لبنان بالمزاد العلني. يعني جاي صندوق النقد الدولي قلنا شرفوا يا جماعة عليكم ديون نحن بنساعدكم، بس مقابيلة بدنا نشتري المرفأ وبدنا نشتري المطار وبدنا نشتري السيلولار الموبايل وبدنا نشتري كل شيء بينتج. ومن بعد ما نبيع أول دفعة طيب بعد عشر سنين شو بيصير؟ رح نضل بنظام المديونية وشو رح يبقى نبيع؟ رح نبيع كرامتنا، رح نبيع كرامتنا. أنا هيدا اللي بخاف منه، وأنا ما بقبل إنه حدا يصدر لي عقلي ويقول لي سياسي شيء والاقتصاد شيء والأمن شيء. طبعاً الترابط بعضه طبعاً. إن ثلاثة بواحد ولا يمكن فصلهم عن بعضهم البعض. وهيدي العدة الجديدة الحرب الجديدة اليوم، هيدي الحرب ما لنا حرب بصواريخ، هي حرب الإشاعات الفايك المزورة، بتفوت على صفحة على الفيسبوك عليها ألف متابع تشاهد الفيديو عليه مليونين فيور. طب كيف مليونين عم يتابعوا ألف؟ لأنه في حدا عامل بوست ودافع ألوف الدولارات ليوصل هيدي الإشاعة. والمشكلة وما تفضيني بالكلمة، بس تمشي الإشاعة إذا بتكذبها 10,000 مرة تعلق بالناس راس الإشاعة. المشكلة أنه في ناس عم بتصدق الإشاعات، حتى أنه في حادثة صارت مبارح صفحة حاطة أو تي في يعني عم الجيش اللبناني عم يفحص أسنان الناس بجل الديب. حتى مشهد جيشي عم بيعتدي على، مش عم بيعتدي يعني عم بيمارس حقه بإزاحة مواطن، وفي ناس صدقوا أنه الأو تي في أي لهذا الموضوع. كل يوم جورج في كل يوم جورج في ألف إشاعة. نحن طلعنا حملنا ملف النازحين وقلنا السوريين أهلنا ومنحبهم، بس منحبهم يرجعوا على بلدهم. بيطلع حدا تافه بيقول هيدا مجنس بالـ 94، لا نحن مش مجنسين بالـ 94، نحن لبنانية من ألف سنة وبأحصى 32. بدل ما تصير انت عم تتابع ملف النازحين بتصير عم بترد تدافع عن حالك. هيدا المطلوب استاذ سالم اصلا، هيدا المطلوب، المهاجم للمدافع بس. هالقد ذكي اللي عم يطلع اشاعه ليحطك بوضعيه الدفاع ولا تبرر شيء هو انت ضده، يعني انت حامل شعار ضده، بتصير انت بدك تبرره عن حالك ولا يلهيك يعني عن لب الموضوع الاساسي. يعني صح، يعني الفاسد اليوم بتلاقيه بمظاهره قاعد عم يتظاهر متعهد فاسد متظاهر تحت بالشارع بيطلع بيحكي بالفساد، بيقوم بيحكي على شخص هو عم بيحاربه لهيدا الفاسد، بيصيروا الناس راكدين بالعكس راكدين ورا الفاسد يزقفونه وعم بيرموا هيداك. بنحكي عن ملف النازحين وبنرفع شعار عودتهم على سوريا، بيطلع واحد بيقول ما هيدا اصل سوري مجنن. يعني في شيء غريب عجيب منظم، وللاسف مكانة الحق دائما بتكون عدتها افشل او اضعف مما كانت الباطل، لانه الباطل بيستخدم كل شيء. طبعا. والرئيس ميشيل عون انا التقيت فيه نهار التنين قال لي جمله علقت براسي، قال لي الناس بتحب الاشاعه، قلت له ليه فخامه الرئيس؟ قال لي الحقيقه حلوه وبوجه واحد مضبوط، بس الاشاعه كل شوي بتغير وجهها.
وبتكون بعشرين وجه وبعشرين لون، والناس بتحب التغيير وبتحب التكرار وبتحب عدة الوجوه. فكرت فيها لقيت معوحة مظبوط الحقيقة عندها لون واحد. كيف اللي قلت لنا الرئيس لما قضيته الثاني؟ الرئيس ميشيل عون جبل مثل ما هو جبل، وللأسف الرئيس ميشيل عون يمكن اجى مؤخر. كنا بحاجة للرئيس ميشيل عون من 30 سنة يكون رئيس للجمهورية، يمكن ما كنا وصلنا لهون. ورثة صعبة والعدة مهترية، وعم بحكي بالذات العدة الإدارية بالدولة. الأمل كل الأمل إنه بالمرحلة الجاية نجرب نلحق قد ما فينا نكتر الأوادم بالذات بالقضاء. نعم. أنا مؤمن إنه ما في حل برات القضاء، مع احترامي لكل اللي عم بيصرخوا بالطريق. إذا صرخنا ألف سنة الفاسد بيدور سيجار وبيقعد على البلكون بيتفرج علينا، يمكن يبعت معكم مظاهرين يسبوا له. هذا اللي عم بيصير اليوم فعلا. صح، بدكم تعوروه روحوا على القضاء وركوا على القضاء يوقفهم ويفوتهم على الجون ويرد المصريات. غير هيك بنكون نحن عم نخدمهم، لانه اسهل شيء تقول للحرامي بدي سب لك، بقول لك سب لا تشبع، المهم ما تقرب على الجيبه، ما فينا نقرب على الجيبه الا بالقضاء. سريعا في استشارات، في استشارات التنين، كيف بتشوف المشهد حضرتك بصفتك التحليليه وخبرتك؟ انا بصراحه التنين اللي سمعته من فخامه الرئيس ان موعد الاستشارات ثابت لا رجوع عنه. اما اذا صار قطع طرقات وتعرقلت وصول النواب للاستشارات، هيدا بيعني انه اكيد في الدولة اللبنانية وجزء من الحكومة بيكونوا متوطئين. انا بعتقد للجيش اللبناني للقوى الامنية بقى يحملوا ان النواب ما يوصلوا على قصر الجمهوري بعبده. المنطق بيقول، السيناريو بيقول انه الرئيس سعد الحريري بيرجع رئيس مكلف بحوالي 65 صوت، حزب الله والتيار الوطني الحر واللقاء التشاوري السني والحزب السوري القومي الاجتماعي بيحجبوا اصواتهم عن الرئيس الحريري، ومنبلش معركه التاليف. لكن السؤال لكل اللبنانيين، ليش ضيعنا شهرين من عمرنا؟ وشو استفدنا اذا رجعنا من اول وجديد نكلف الرئيس الحريري ليصرف اعمال بذات الحكومه؟ الجواب اللي انا وصلت له، وان شاء الله اكون غلطان، تخيل معي يا استاذ جورج ويا ستنا الكريمه، لو ما استقالت الحكومه وصار الحراك، كيف كانت المصارف رح تلقي حجه او تلاقي حجه او تبرير لحتى تسكر بوابع وديعنا؟ سؤال. كيف كان رح يصير الدولار 2000 وما يرمش لنا عين؟ كمان سؤال. انا خايف كل اللي صار يكون حجه وذريعه لحتى تتصادر ودايع الناس ويصير الدولار 2000. لو الحكومه كانت طبيعيه وماشيه وشغاله، تقدر البنوك تلاقي حجه او ذريعه لا تسكر بوابها؟ اكيد مش المظاهرات هي السبب اللي طيرت الودايع، اكيد كانت الودايع رح تطير، لكن اللي قالوا الحجه حتى يسكروا بوابهم. نحن مش مزحه، في فوق ال 150 مليار دولار ودايع لمغتربين ومقيمين، تعب عمرهم حطوه بالمصارف عم يشحدوا لياخذوه. بلشنا باستعاده الاموال المنهوبه، صرنا بدنا نرد حساباتنا. نعم. مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، شكرا لك، شكرا على خوفك، شكرا على صدقك بهذه المداخلة عبر الـ OTV.